انطلاق معتصم النهار ولين برنجكشي إلى الواجهة من جديد، هذا ما قام به وفاجأ الجميع. تصدر مجدداً الحديث عن طلاق الممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكشي حديث المتابعين خلال الساعات الماضية. وفي التفاصيل، فقد حرص الثنائي على التأكيد على علاقتهما الجيدة، وذلك بعد أن نشرت لين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صورة تجمعها بزوجها معتصم من أجواء احتفالها بعيد ميلاده. Happy birthday to you. Happy birthday to you. هذا وكان حسم الممثل السوري معتصم النهار حقيقة الأخبار التي انتشرت يوم أمس وتحدثت عن خلاف وقع بينه وبين زوجته لين برنجكشي أدى إلى انفصالهما، وقال: لا صحة أبداً لما يقال، فنحن نعيش حياتنا الطبيعية بكل حب ومحبة واحترام، ولا أعرف هدف تناول هذه المواضيع أو مصدرها. وأضاف: بالأساس لين لا تنشر الكثير من الصور التي تجمعنا، فأنا لا أحب نشر صورنا العائلية على السوشيال ميديا بكثافة. عدا عن ذلك، فإنه توجد عدة صور تجمعنا على حساب لين عبر الإنستغرام. وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر انفصال الممثل السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكشي. عشقتك عشق مجنون يا عاشق عشق عشقي وهو. وفي التفاصيل، نشرت صفحة أمل نيوز التي تهتم بأخبار الفنانين على إنستغرام منشورا جاء فيه الآتي: قامت زوجة الممثل معتصم النهار لين برنجكشي بحذف جميع صور زوجها من حسابها على إنستغرام. وأضافت الصفحة أنه بحسب تحريات خاصة، فإن الثنائي يعيش أزمة حادة وخلافات قد تصل إلى أروقة المحاكم. ومن ناحية أخرى، كان تصدر مؤخراً خبر زواج معتصم النهار من الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء ضمن أحداث مسلسلهما الأخير صالون زهرة. شارك الممثل السوري معتصم النهار المتابعين عبر صفحته الخاصة على إنستغرام صورة أعلن من خلالها عن زواجه من الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم في ختام مسلسل صالون زهرة الذي قاما ببطولته. زهرة يونس، زهرة بهيج يونس، تجوزيني. وظهر كل من معتصم ونادين في الصورة بإطلالة جميلة ارتدى فيها هو بدلة باللون الأبيض والأسود، بينما تألقت هي بفستان ناعم باللون الأبيض وأمسكت بيدها باقة زهور. وأرفق معتصم الصورة بتعليق كتب فيه: يلعن أبو المصاري، المهم كسبنا محبتكن ساخ راسي.